يو صباح الخير يا كويدات، ناجدين نهار طوب نهار بوغوس مورايا دوزيام الويدات غندخلو باش نجيبو واحد السيد اللي هنايا خدام. مرحبا بكم مع اشتاك 25 ويد 20. السلام عليكم. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. ميستر سامي دغيلان الويدات. صباح الخير يا ماي برو. قلت له يو قال لي ما كتنعشش. كنتلاقاو بكم كل نهار باش نعطيكم كل اخبار المشاهير. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شي حاجه ما كيعرفوهاش على سامي دير معاه الوقت زيد ديما ساعتين الباط هو ديما جاي من الرباط. 22 سنه وانا تنشتغل انا وياه. 22 علاه؟ هذا واش عندي من عنده؟ واخا سي ان بروفيسيونيل. لا كوبرا افريك اللي دينا تعادل في الماتش الاخر والطياره كانت تطيح باللعابه، يعني شوف شحال من حاجه مجموعه في شكل باش دينا هذيك لاكوب. احسن حاجه في سامي اللي تعجبني بعد اليوم هي كنشد الكاميرا كنحطها ليه هنايا وهو كيجيري ليا. كيجيري بلا ما كنقصط على راسي شنو نسولو شنو نقول ليه عندك كندلي غير الصحه والسلامه ما شاء الله وليت منيت انيفيرسير اي ال ترافاي افيك مريم في ستارلايت وتصاحبوا له كيدير لنا بزاف ستوريات يعني ستوريات ديالهم غيتشهروا اكثر من برنامج ستارلايت اخر ستوري داروا هي حسن البارح بغات تقص في شانطي فوس كازا الحماق كيسوقو في كازا. دابا انا جيت غناخذ لكم سميد وغنمشي دابا سميد واش فريمون احنا محتاجينو واش محتاجينو نيت ولا زعما واش دابا اوكا وديتو صافي غندي لا لا واش كاين شي واحد يرون بلاصي زعما نديرو احتجاج انا ابتسام كتيبي بالنسبه لي ما يمكنلكش تكون ابتسام كتيبي بالصدفه صافي يبتسم كل شيء. كنشكرك بعداك اول حاجه خليتيني نعرف الراي ديالو فيا كل شيء كيقول لي اليوم شافك ناشط ماشي ناشط انا ديما ناشط ماشي حاجه جميله خاصك ملي تلبس خلاص يعجبها هذيك الشيء علاش هذيك هذاك مراد سي طنكا اكستراوردينير كو جيم بوكو دري كلاس الى التنس شتيني بعيد مراد تعرف حسنا الدماء الجديده وان شاء الله ما غاتمشي تلتحق بالفريق ديال فوتبول هي في دوزيام بوايما احسن واحد الانسانه اللي نهار سالات القرايه باش شدات الدبلوم كانت غادا لدارهم تلقى راسها في دوزيام واش فهمتيني عتي من المدرسه للخدمه هذه الاستاذه هذه سي اون بيرسون تري 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 افيكاس صلاح الدين باصير فكاك الوحي هذا هو فكاك الوحي كنت كالي في شي لعيبه كتعيط لمريم كتقول لها بالزربه كتقول كاين الحل فهذو هي القوه الهادئه الا ما ضحكاتش معاك حيت عاوتي شي نكته ولا هذاك ما تسمعش الصوت واش فهمتيني ما عندها شوف ما فيهاش اقسم بالله انا 22 عام وانا هنا قلت لهم وليت كندوز دابا في دوزيام الناس اللي ما كنعرفهمش اكثر من الناس اللي كنعرف سي ان تخيك اكستراوردينير نشوف هذا الشانجمون هذا كامل اللي كاين بوكو جون دابا قبيله بالي واحد دافع تروتينات الكتريك وغادي وعنده واحد كوتشيفار والايبات وواحد زوينه صاحبي هذا متخب تروتينات الكتريك غدا نجيب انا تريبورت. السلام عليكم شكرا بزاف زيد معايا زيد السلام عليكم اون فيان دو كيدنابي سميد دابا الي افيك نو بوندون توت لا جورني الله الله
ويلاه جو سوي تري 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 زورو يكون معايا سميد غيلان باسكو سان بيرسوناج بالنسبه لي انا تري بارتيكولي تري بارتيكولي قد قلتها الحماق تري بارتيكولي كونكاي تري زوين واحد الانسان زوين اللي معايا الهضره مع الضح واش جورناليست صانع محتوى شنو اللي كترتاح فيه بلوس واش فيلوزوف كتجيني تري فيلوزوف والله الا كتجيني انا بالنسبه لي انت ما فلوغور ما كرياتور دو كونتينو ما بيزنس مان ما حتى شي حاجه انت بالنسبه لي طه اس داكو لان سي طه اسو كي ابي فير توس الحمد لله دونك بالنسبه لي انا فريمون بيني وبين راسي ما جون مو ديفيني با كون كيكش ملي كنكون كندوي مع راسي كنقول شو انت هذاك الصحافي ولا انت هذاك رئيس التحرير ولا انت هذاك كرياتور دو كونتينو وانت صامد مرتاح سي صامد مرتاح لا كليم توتيب نفسيه كي داز هاد لا ماتيني بعدا très très bien très très bien moi je suis très content انا ديما كنكون فرحان ملي كنجي نخدم انا كتجيني الى جانب نعمه الصحه والعائله هي اكبر نعمه يقدر يعطينا الله سبحانه وتعالى هي انك تكون كدير شي حاجه وتحس بالتاثير ديال داكشي اللي كدير لان مهم بزاف انه يكون عندك دور ومهم بزاف انك تكون كتساهم في شي حاجه الانسان ما كيقتلو غير انه ما يدير والو كتسالي لي ميسيون ديالك يا بوب بوب جينيرالمون شنو كدير الا كان فيا الجوع كنمشي ناكل هذه الجوع لا انا ديال الجوع انا ديال الجوع دابا كنخاف حالي الرباط لان تما عندي لي غوبير ديالي عندي بزاف ديال الحوايج اللي مشيو الرباط اخويا تبعهم دونك انت دابا الرباط الرباط ان شاء الله النهار الخاوي ديالك شنو كدير انت على حساب واش الدراري كاينين ولا ما كاينينش الا ما كانوش الدراري جو بروند ان تي كافي انا ستومبيلا وندلع لشي بلاصه شويه بابا صامد شويه بابا تتزوجي صغير كون 26 عام زوج 26 عام في المغرب سي تري جون شوف لا موين دابا سي 30 عام 31 عام بوغ لي زوم اي 28 29 بوغ لي فام افون فوقنا غتكون كانت حاطه شي شويه ما مشي ديك الدرجه مي كلشي كان كيقول لي راك فوقنا ديك اللعيبه ديال زعما لا كلشي كان كيقول لي راك باقي صغير واش فهمتيني ولكن ما لا انت كتنصح بالزواج بكري شي الا كنتي باني نفسك وباني شخصيت وخادم مزيان وقاري مزيان تزوج شي جات معاك ما تزوجش شي جات معاك كانوا عندك الدراري جات معاك ما كانوش عندك الدراري جات معاك شوف علاش لان انت كتكون مرتاح مع راسك كاين اللي ما كتبليش انه يتزوج كاين اللي ما كتبوليش الدراري كاين اللي باغي يتزوج ما كتبش ليه وكاين اللي ما بغاش يتزوج ولقى راسو طاح على خناف جات شي وحده قالت لي اش باش نقول لك مشى فين هو كنا اختي جالسين انا وشات جي بي تي كان هنا هو كان انت ما كانش ما داروش لك كان هنا سامي لا 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 انت درتي داك الشيء الحمد لله صايتي بخير في الشيء وكان على اسس جميله جدا نتمناها لاي مواطن مغربي الحمد لله ما ندخلوش نتزوج على طماع ما ندخلوش نتزوج على ود الزين ما ندخلوش نتزوج على ود الدبلوم تنكحوا المراه ولا اربعه بيان سور صافي دونك لجمالها ونسبها ومالها ودينها ومن ظفر بذات الدين فقد تربت يداه من ظفر بذات الدين ماشي اللي ما عندهاش داكشي الاخر ولكن يكون عنده الدين ويكون عنده حوايج اخرين شنو هو الدين ما بين قوسين سي ان انسومبل دو كوموندمون يعني واحد المجموعه ديال الاوامر والنواهي عطاو من الله سبحانه وتعالى واللي غاديين بتناغم مع المتطلبات الكونيه اكزاكتو الدين كيدافع على جميع المبادئ الجميله في الحياه يتزوج شي نتا بواحد المرأة اللي موحدة وعندها مبادئ جميلة راك ظفرت بذات الدين نجحتي دابا واحد كيشوف هي الزين فواحد المرأة يتزوج بها قرطاسة شي زين اللي فتان في الآخر كيجي يقول لك لا كنقنطو الملال ما كنلقاو علاش ندويو ولا هي عندها واحد الآخرية في شكل وها كتعامل بداكشي ديال الخوز عبيدات مع شنو كتفكري في الفلوس باغا دوز العطلة في المالديف كتقول ليه ولكن انت هادشي مايمكنش ما تكونش عرفتيه قبل كلشي مرتكز على التواصل وكلشي مرتكز على أساس الاختيار الأول راه مايمكنش شي وحدة انت تلاقيتيها تصحت شي بلاصة بنتك زوينة وقلتي أنا غنبني معاك حياتي وكاين اللي كتوقع لي هاد القضيه كاين اللي كتوقع ليه وكتصدق ولكن حنا كنهضروا وما كنهضروش على الاستثناءات التي تؤكد القاعده 99% من الناس اللي بداو بحال هكا فشلات العلاقه ديالها سي ان بروجي دو في دونك خاصك تعرف راسك معاهم حس الاختيار مبني على نيه صافيه غير مشوبه بالمصالح كتامن بالحب بيان سيغ كنامن بالحب الله سبحانه وتعالى جدوى دواء الموده والرحمه والموده والرحمه هما استمراريه للحب ونوع من انواع الحب اللي كيستمر به الانسان اللي كتكون كتحبو كتكون ودود معاه وكتكون كترحمو هو كيرحمك لاموغ باسيونيل تبت العلم بانه من بعد واحد الوقت ما كتبقاش نفس الافرازات في الجسم وما كيبقاش نفس الاحساس ملي كتشوف هذاك الشخص التفاعلات الكيميائيه اللي كيكونوا في العقل من يلاه كتكون في مرحله الاستكشاف ماشي هي نفس التفاعلات الكيميائيه اللي كتولي من بعد لذلك الله سبحانه وتعالى تكلم على الموده والرحمه ما تكلمش على الحب انا ما كنخافش من جو تام
ولا كان بغي يقدر يكون صاحبي تكون اون كوزين ان كوزان يقدر يكون شي واحد كيخدم معايا ولا شي وحده كتخدم معايا نقول لهم انا كنبغيك بزاف كنبغيك مجرده من الشهوه كنبغيك احبك في الله راه كاين عندنا في الاسلام صاحبي انا ما فهمتش كيفاش شي حاجه حشومه هو حنا عندنا في الاسلام الناس كيقولوا احبك في الله شنو هي احبك في الله ان انا كنبغيك ولكن ما ناوي والو مورا داك الشيء بالعكس كنبغيك يعني بحال كيقول مراكنا اي كان داي فور يو جو غابيل الوليدات كاع السيد اللي معنا راه كيدوي بزاف د اللغات كوم عندك الدارجه اللغه العربيه صح الانجلي الفرنسي والاسبانيول تبارك الله طبيعي اي سو اي سي الباريو حسان الرباط اكي اكي الباريو حسان الرباط سيغورو يا بور اكي تي نسلا مسكيتا اي جو فيفو ان ان اسا افينيدا اوكي اوكي مي مي كاسا استاكي دابا انت السيكتور ديالك حاكم هنا دابا انت تنزل صاميد غيله فهمتيني كيف ديك اللعيبه اللي انا ما ولا ديسكري لا شي داخل سوق راسه شي تري لافونتاج الوحيد اللي عندي في حسان اني نقدر ندخل اي حانوت ولا اي جزار ولا اي داك نهز اللي بغيت نسيت الناس ثقه الناس تربيت معاهم انا 42 عام وانا في هذوك الكارتي 43 عام دابا tu as 43 ans وي اجي 43 ما شاء الله الله يما نعطي لك انا صامد في خبارك الى عندك المهم نيك صغير كنت كنتفرج فيك وانت باقي جون صغر منك و جي لامبريسيون كنت صغير كنت صغير منك من الوقت اللي انت كنت كنشوفك فوالا اكزاكتو كنت عارف 24 25 عام بنتي tu faisais un travail magnifique غير هو مع الفرق انك انت تا كومونسي باغ ان تريك امبريسيونون انت كنتي كدير المونتاج وكتصور وكلشي اكزاكتو يعني ان فري ود الوقت تي كومبرون حنا كنا كنديروا ان بولو سيتي راك لاحظتي حتى باش كنا دابا في دوزيام سي كومبارتيمونتي راه تري دوايت كومس بزاف الناس ما يعطيوكش 43 عام صراحه زعما نعطيك بوكم وانا كما كتبان لي مازال 33 فهمتي 34 لعيبه استاجر من 7 سنين ما يمكنش انا نقول صامد غير انا عنده 50 عام بحال واحد ستاسيون ديسونس يوقف بين هاد الشيء بحال اذكر انا من الصباح ابا تهبط تمشي لواحد نديك واحد ستاسيون ديسونس بصح كيعرفوك تما كاين شي ديال الوقت هما كيعرفوك تما من هذوك بلا ما تخلص تزيد صافي نزيد بحال الجزار وداك الشيء صافي بغيت نكون بحال صامد غير ملي تكون عندي 43 واش خصني ندير خص تعيشها بلين باغي كنلعب فيفا في بلاي ستيشن باغي انا فيفا نقدر نلعب فيفا لا بغيت تبقاو تبانو جا نلعبو فيفا بحال ما فهمو واحد اسكو بالنسبه لك تو بخون لا في على ليجيغ ولا لا فروش 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 تو دروا ديالي ولا ديالك لا تدروا ما تدخلش في الكاسه سير اصاحبي الشانطي كي جيتك بعدا في السوق هان غادي بخويا لا تبارك الله رباط لعيبات لا كليم وكل خوك شويه شويه لوح ليه كليمات باش هو ينشط شوي يدخل معك في يدخل معك في الامور انت عارفني انا بيك فان ديالك الله يحفظك ليا ابات هذه والله العظيم خاصك دايوغا وليدات parmi vraiment les premières personnes les supporters on lui ملي كنت كندير لي فيديو في اليامات الاولى هو صامد غيلان اي كان قال واحد الكلام زوين اللي vraiment ما نساش سا ما في vraiment plaisir اي لون دي ريزون pour lesquelles وقت ما كنقول l'une des raisons pour lesquelles quand j'ai eu une des vidéos mais ça je veux que ce soit spécial mais je me suis rendu compte que encore une fois le basata il les ouine avec Samid c'est à dire que n'aille au moins là dans le halawa avec Samid il est glissé au travers mais là mais tu te rends compte sky diving quand tu sais tailleur à mener là ou tu sais train mener là là mais tu ne peux pas dire glissé douille la can 2025 oui 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 24 terrain dans le terrain où je te rends je veux traîner blati blati je veux traîner الشعب غير تريني تيرانات واش بان لك فاش انا بالي لا نروح لهاديك لاكام 2025 ان شاء الله ما كنتمنى كنتمنى ان شاء الله وحتى لاكام 2023 قبل منها يفضغي فيغ لي فور سيتادير الى دينا كان 2023 اللي غتلعب في 24 غنسميو دينا لاكام 2023 اللي تلعبات في 2024 وغنأسو ديال 2025 وغنضربو كوت ديفوار عاوتاني في 2025 وغديو ديال 2025 وشنو هي الواعره هي غتكون ثلاثة ديال لي تيتر عندك والكوب دي موند جاية وي وي 2026 فين جاي سير اصاحبي من هنا خلاص تبع هذيك الليصة ديالي الليصة ديالي ولا ديالك؟ الليصة ديالي هو ديالك اسيد اسيد دابا مع جوج بوليس عرفتي اش غيديروا لك غيخلقوك نبغي نقول للناس كاملين راه اهم حاجه في الحياه هو تكون كونيكتي مع الفوق تكون كونيكتي مع الله سبحانه وتعالى وراه كنقولها وديما كنقولها راه الحياه هي علاقه عموديه مع الله لاجل نافعين افقي ما عمري نعيا ما نقول هذه القضيه اون غولاسيون فيرتيكال بوغ ان بيان اوريزونتال اش كيعلمك الله في ديك العلاقه العموديه وترحم الناس اللي معاك
على الهوريزونتال شو توت افيد علاش كيقول لك ارحم من في الارض يرحم كمن في السماء كاين بزاف الناس كيسحب لهم على الحيوانات ديال زعما وارحم البشر وارحم النبات وارحم الحيوان وارحم الحشرات واللي بغيت الله سبحانه وتعالى اللي في السماء الهدف من هادشي كامل هو يعلمك الرحمه ويعلمك التسامح دور على اليسر ويعلمك التواصل باش انت بني البشر والمخلوقات الاخرى تتعامل معهم مزيان سير عاوتاني داخل عندك الهضره دور على اليسر اي في ستاسيون ديسونس يعني ستاسيون ديسونس ابتسامه خفيفه نشوفوها من وراء النظاره في التيران كنلقاك كتبريزونتي كنت عند التلفازه كنلقاك بوب بوب كندخل لي ريزو انستغرام تلقى شي فيديو لعيب معرفت تي باردو تبارك الله ما شاء الله اسكو سي فاتيغون ديت بارتو جو نو ميم بوز با بارتو دابا دوزيام سي مون بورو عندي برنامج كنديرو في دوزيام صافي انا بالنسبه ليا تما كتحبس لي زيفينمون كسوا سبور ولا ايكونوميك ولا ولا سوسيال ولا هذا كيعيطوا ليا جو في لي ريونيون لي بريف لي بات جو في مون ايفينمون كنزيد فحال لي ريزو سوسيو انا بالنسبه ليا هما اللي كيتعبوا بزاف علاش لانه كدوي على حوايج ضارينك وعطيتي انا شي فهم عوج ديال الدين ولا شي فهم عوج ديال الامور الاجتماعيه ماشي عاود انا عندي الصح ولا هادو شي حوايج كيكونوا بديهيين عرفتي راه كاين بزاف ديال الحوايج حنا متفقين عليهم كاملين كمغاربه بينهم تخربيق ولكن كاين باقي بعضهم كيخرج كيديرهم راس مال باش يبيع ويشري فيهم انا اللي كيقتلني وقتيات من الدين يعني توا تشوف انك مينابل وكتعدى على الدين وكتبقى تبان مينابل واش كومبخون واه فهمت داك الراي ديالك اللي كتعطي امتى كتقول هاد القضية خصني نهضر عليها القضية ما خصنيش نهضر عليها كيما راسك يكون كاع موضوع مهم وانا ما قادش ما كنهضرش فيه غير ما قادش شنو ما قادش السلام عليكم داك الشيء بخير زيد شوية ياك لاباركات صافي دير البلان عافاك على البلان قول لي انت راه ولد الكارتي باش ما عمد واش عرفتي سي سميد غيلان عرفتي سي سميد خلي هذا سطينا انت عارف التسجيل العادي بصراحة شتي ها هو سميد كنت ديما معايا دار التلفاز ديالنا زيد شي بخير راه العظمة الله يكبر فيك زيد نتبع حتى في الفيسبوك كي كيجيك بالعكس صديق ديالنا مزيان الله يعمرها دار الله يكبر فيك زيد الله يحفظك الله يحفظك سكت اخويا الطوموبيل انا نقول راه مزيان شبقى تعمر كنت معول نهرب داكشي علاش ما سكتاش كنت باغي نهرب حنا في الكارتي ديال سميد فهمتيني علاش تقول لي زعما الحلم ديالي الحلم ديالي انا اللي نشوف وليداتي واصلين مزيان حيت انا كنقولها ديما لولدي با بور لي فير ابري سون بور اكس ليك دونك شوف ولدي نوصل فين ما وصلت انا ما ريوسيت ديبون دو توا با با دو موا سول كوم لا ريوسيت دو مي بارون ا ديبوندي دو موا حيت انا والديا مي انا وختي الحمد لله اون في دو بيل كارير الناس كلهم اعتبرهم واحد الناس اللي واعرين دابا انا شنو غنربح حطاي الا عندي انا قصر وسبعه ديال الفيرمات و80 مليار في الكونت ولدي مديبريمي باسكو ما غير باس ديسيدي في حياته وين با باسيون وما عارفش فين باغي يوصل ولا وانا بنتي ما قراتش مزيان وما قداتش وعيني با بيان شو داكور بالنسبه ليك شنو هو لو بارون بارفي اون سي توس دو ديباسي دي كومبلكس اللي كيكونوا عندنا من الصغر هذا ما جامي ان بير كي تي تري سيفير الله يرحمه اللي كان فهمتي قاصح بزاف وكي كيحدد معايا وهادي خصك ديرها وهادي هادي وهادي تحفظها وهادي هذاك انا عاوتاني ما بغيش ولدي يعيش نفس الضغط دونك انا راخي معاه بزاف اوكي ولكن في نفس الوقت كنحاول نشرح ليه شنو كاين واش الطريقه غتسلك ولا لا ما نعرف في اخر المطاف كتقول مني انا وانا يعني راه تجيني ضرب برا نفع عندك نقول انا كنحرم ولدي منه شنو هما لي مومون لي بلو ديفيسيل دوزتي في حياتك انا لو مومون لو بلو ديفيسيل سي ملي سقطت في التاسعه سايتي تري تري دور التاسعه في الكوليج كوليج لانه هذاك هو العام فين كتعاود تعاود تطرح الاسئله كامل على شكون انت وشنو غتولي وسي تو غطابي كي غيشوفوك وانت تبارك الله ولاد خالتك ولاد عمك ولاد عمتك كلشي قاري مزيان واللي طبيب واللي مهندس انا ما عمري قلتها ولكن راه ما كاينش شي ولد خالتي تبارك الله ولا شي بنت خالتي ولا شي ولد عمي ولا شي بنت عمي ولا عمتي ولا هذاك ماستر الفوق سي دي تيت تبارك الله كتجيني عائلتي من جهه الوالد وجهه الوالده مثال على انه اللي بغى يدير شي حاجه في المغرب يقدر يديرها بما يرضي الله وبالقرايه وبالتحصيل وبالعلم وبالمقاتله 12 ديال الخوت من واحد الجهه وسبعه ديال الخوت من جهه اخرى وكلهم وليداتهم قراو ومشاو انا با ان سول كونتر اكزومبل في لافام والنجاح باش كيجي النجاح كيجي بمثابره وما تبقاش تكذب على راسك تقول غندير هادي وغندير فلوس بالزربه وغندير كذا وغندير كذا وغندير كذا لان الناس راه ما كيفهموش شنو هو الفلوس وما كيفهموش شنو عباد الله خصهم يحتاجوا باش يوصلوا لواحد النيف الناس عندنا ما كيفرقوش ما بين سو دون تو بيزوان بوغ لانفستيسمون يعني الحاجه اللي انت محتاجها للاستثمار والحاجه اللي انت محتاجها لونتروتيان ولو كوتيديان الحياه اليوميه وبزاف ديال الحوايج دونك حنا عندنا واحد العلاقه غالطه مع الفلوس دونك باش تنجح خاصك تعرف بين ديك الفلوس غتعرق عليهم شنو هي العلاقه ديالك مع الفلوس انا اللي ديالي ماشي اللي في جيبي ماشي ديالي
وما كان ما كنحسبش جنيم با كونتيناج راه كاينين غادي نتبرعوا بهم ما كاينينش نتسناو يدخلوا باش نتبرعوا بهم دونك بون فيفون تي مرتخي تبرعات اي عام داز ما غنعوضوش حيت كنت سافرتي كمان بوكو في حياتك اه ياك سكي جي في 17 بيي تبارك الله 17 بلاد درت واحد 65 مدينه في العالم مانيفيك شنو علمك السفر علمني انني نفهم بانه الدنيا ما كدورش على الافكار ديالي انا ولاد حومتي وشي ساكي كيسوا معنا في الحوا كذب عليك وليت كنتلاقاهم كنقول لهم الدراري بخير راه في العالم كبير انتوما باقيين كتناقشوا واش هذيك البلغه خاصها تلبس مقلوبه وهذيك بنت الدرب واش كانوا كيعرفوا واش تزوج بها الا شي دابا هذه تقولي نتزوج بها طيب من تزوج بها عرفتها كتعرف فلان شو واحد المواضيع كنهضروا فيهم في المغرب وحق الرب ولا كيقول لك اه داك والله ما عرفتش منين جاب فلوسه علاش الاعلام؟ الاعلام تغير العقليات بالله الاعلام كيتحارب لانه اي واحد كيبغي يغير واحد العقليات مع الشان الناس كيتهموه بانه كيتبع اجنده صهيونيه وباغي يخرج على البلاد والنظام العالمي الجديد وانا كنقول لك غير ما تبقاش دوي في عباد الله ملي تبغي تقلب شنو عندك وسط نيفك استعمل كلينكس وما تستعملش يديك صبعك ويجي يقول لك الاعلام كيدوز لنا هذاك باش الشركه ديال كلينكس تخدم ولان الاصول ديالها عندها الاسهم ديالها عندها فلان هذاك اللي في انجلترا والاعلام الفاسد واللعيبات وقنوات الصرف الصحي وانت اصلا حنا درنا الاعلام باش الصرف الصحي يكون عندك في حومتك اون طونك سامي دغيلان انا بالنسبه ليا اون طونك جون ماروكا كنعتبرك انسان ناجح علاش حيت عندك ما تقول علاش حيت تيكسبريم بيان علاش حيت درتي بلاصتك علاش حيت تنفوي اون ايفولوسيون في الحياه ديالك شنو هو لو سيكري ديال هذا النجاح في الاعلام ولا في حياتك الشخصيه لو سيكري ديال هذا النجاح هو انك تكون عارف انك محتاج تطور الدار اللي ساكن فيها عارف اني محتاج انني نبدلها والطوموبيل اللي سايقه عارف اني محتاج خاصني نبدلها وهذا النيفو ديال الهضره ديالي عارف اني محتاج انني نطوره وهذه الخدمه اللي كنخدم عارف اني محتاج اني واحد النهار نطورها ولا نبدلها الا واحد النهار وصلتي لاي دومين في الحياه اي كومبارتيمون قلتي لا راه وصلت فيه تما تي كومونس استاك هزك الماء اه يفودغي توجور دو لا موتي ولا بحال عندي با جو في لامبرسيوني واخا الوالد ديالي مات الله يرحمه وكيبقى فيا الحال دابا الي مور دوبي 3 زون كنقول ها هو ما شافش هذه وما شافش هذه وما شافش هذه وما شافش هذه العلاقه عندي مع الموت شويه غريبه كنعتبرها بدايه جديده للانسان شي مرات كتقول بانه راه مشى اكتشف الحقيقه اللي حنا كنا باقيين كندابزو عليها سي فري باش نكتشفوها باش نشوفوها باقيين كنناقشوا فيها بزاف باقي الناس كيشككوا فيها هو امور شاف انت كتخاف من الموت قالك ما يمكنلكش تخاف من شي حاجه اللي ما كتلاقاش مع اللي طعك شويه ديال الحياه ما عمرها كتكون الا كان الموت والموت ما عمرو كيكون الا كانت الحياه يعني دونك انت عايش راك ما ميتش دونك علاش غتخاف من شي حاجه اللي هي ما غتلاقاش مع حاجه اخرى حيت ملي غتموت ما عندكش وقت تخاف الوغ شنو هو الخوف اللي كيجي الناس كيقول لك انا خايف نموت سي ان اتاشمون للحظه هذاك اوكي هذاك سي ان اتاشمون على سيتوياسيون سي ان اتاشمون ا سيغتان بيرسون عندك في حياتك و سي ان اتاشمون ا طافي وراه كاين الناس اللي وصلوا لواحد الدرجه انهم نهار ماتوا كان عندهم نفس ديك الدفء في الموت اللي كتكون عندنا حنا في النعاس يلاه كنجيو الناس لانه كيكون صافي عيا من الحياه مابقاش الله يحفظ المرض ولا بفرط الشيخوخه ولا اي حاجه الظلام بدا كيطيح دابا في رباط كما كتشوفوا معنا يعني ما عمرك فكرتي في شان يوتيوب انت لا حيت بغيت نهار ندير شي حاجه في يوتيوب نديرها حقيقيه ونهار يتفرج فيها بنادم يقول تبان ليه سهله ولكن ما طحتيش قالوا ما فكرتش فيها اون اي جوست ا كوتي رويدات الدار ديال سميد غير ان شاء الله ندخلوا نشوفوا شنو عنده في الثلاجه شنو عنده تحت الفراج كنت يخبي الفلوس كاين العلاقه ديالي شويه اجا راسك مغرب راك في الطوموبيل ما تعقش موسيقى راه مبلي بصح وبغينا نديسكوتي حلو فحلان وندوق عسل النحلة اه سالي 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 ماريو سالي زونفو سالي شاما بغيت نشوف شاما بغيت نشوف صافا صافا بغيت صغير هادي صافا كوكب بون جورني سوبر صافا سوبر خديت هكا خصو يدخل الدار بكري اسمحي لي وصافي ماما صافي غير كانت لا ريونيون انا في لا ريونيون درنا بتيت ريونيون كافي صافي سير شوف غنبقى معاك قالوا لي عندك دي دوفوار لا وهادشي اللي قالوا لي كتحيد لا طابليت كتاخذ التليفون
تانكي دو فور انا ساليت انا ساليت تقول في يوتيوب كي راه سي تان تيرجي بور لا جيتار ديالك او بيانو يس انا لي عاوتاني كاسك في ار بلاي ستيشن 5 انا ريتاير شوف ها وليدات بيناتنا ترونكيل لا بير اون خويا غطوخني والله يتغطى كاين العقل وكاين العقلية والعقلية تقتل العقل غير بشوية كنت مع احبابي داير النية حتى ولا حاجة عادية ويا ربي ناسي راسي وصل الغيس وفي بلادي شبكة عفيس هذا حالها مرقيتوني خليها ويا ربي so impressed وحق الله يتك I am so impressed الله يتك برافو لي هيك نحاول دابا هو امبرسيوني صحاب لي كيلعب بيانو حتى بدا كيغني لينا داك الشيء انا مانيفيك برافو هاد الاغنيه كان تساؤل عندي ديما انا بالنسبه لبزاف ديال الحوايج كيداروا في الحياه واللي كنقول ولينا كنغلبوا واحد العقليه وواحد الحوايج كيورثوهم لينا على العقل ديالنا اللي كيكون كيورينا شي مرات الطريق ولا دي سينيو اللي كيوصلنا عند الله سبحانه وتعالى كاين العقل وكاينه العقليه والعقليه تقتل العقل غير بشويه كنت مع صحابي داير النيه حتى ولا الغدر حاجه هذه ويا ربي لقي راسي وسط الغيس وفي بلادي شبك عفيس هذا حالها مالغريتو نبغيها زعما رانا هنا تخي بو مع هذه اغنيه ديال من ديالي الا ما تحمقني سمي باغول سي باغول والله واش دابا انت شوف دابا ما عرفت فين ندخلك في اناكاز وليدات والله حتى غيحمقني واش باباكم واش سان جورناليست ولا سان ميوزيسيان ولا سان كرياتور دو كونتينو ولا سي سي تو سي تو سي جيني سي تو سا لا فوا وي والله ما جاني ما حتى شي عيب علاش جبت هاد الورقه ماشي سنيه كونتر مع اليونايتد كونتر مع اليونايتد شنو سنيتي دابا سامي؟ سنيتي لانوت ديالو ديال فرنسا دابا المشكله ديال عالي هو انه واحد الانسان واعر بزاف هو ديما كيديماري مجهد ولكن خصو يعرف يحافظ على الريتم بحال الكروج بحال الكروج حيت هو واش فهمتيني كيديماري مجهد وشي مرات الى مشى تترخى ولا اباغ كونتي طوم مرات مسكين لان صحيح تعرق دا كانت العام الاخر ولكن تبارك الله دابا لا تبدا كروج تولي فروج بابا va nous faire de la musique et de la guitare. De la guitare. Oui, oui, oui. Allez, allez, papa Samy, papa Samy. J'ai. 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 وانتي اللي في عقلي وكي غنقولها لا بحلا غي البارح بحلا غي البارح ليام كتصفقني وانتي اللي في عقلي وكي غنقولها لا شوفا بغيت منك شوفا كلمة ولا حروفة بغيت نسمع صوتا وسودني ضوطا في نص الليل حيوطا كتسمع منين نوطا غير نوطا بقى موضة تخرج لينا Just say that you're in love. Applaudis avec moi. Voilà, tu applaudis. Bravo. Ne dis pas mes dires, monsieur. Ne dis pas mes dires, monsieur. غادي نطلع انا كندير ها شي واحد تفارق ماشي وحده ولا هذاك اللي خرجها لا غير البارح جي دي شانسون كي سون انريجستري ومازال ما بغيتش نخرجهم ما نسمعهم غير نسمعك انا مي كيفاش دخلتي في هذا العالم ديال الموسيقى انا قلت لك انا اول حاجه بديت بها بحياتي درت البوم ديال الموسيقى ملي كانت عندي 19 عام والوالد والوالده كانوا مساكن بحاو معايا ويزون بايي على ليبوك في 99 ولا 2000 زون بايي اون سوم كونسيكونت باش نقدر نصاوب هذاك الالبوم وكلشي صح هاك يقول يا ربي غيدير ديك الالبوم ويقرا حتى لا ريوسيت كو جي ايسيي دو ريوسير من بعد سيتي بور لو روندر لاسانسور بزاف ديال الحوايج دارهم معايا الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين
Oh, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos enfants aussi. Alors, petit message pour l'ouïdat. Nous te goulons l'ouïdat. L'ouïdat, c'est quoi? Il me rigole comme un ou quoi? Il est très bien. Ah ركز على راسك ما عمرك تقارن بشي واحد اخر لان ما عمرك كتعرف الظروف ديال واحد اخر كي دايرين تقدر تكون اون كومباريزون الا حسيتي بان الظروف ديالك مماثله لشي واحد ودار شي حاجه احسن منك وديك الساعه رجع راسك قول فاش قصرت واش شي حاجه راجعه للعكس ديالي ولا انا ما بغيتش نخدم ولا ما قديتش ندير شي حاجه ومني كتشوف بان كاين عوامل خارجيه اثرت ديك الساعه ما كتلومش راسك وكتكمل في طريقك ولكن القضيه ديال ترجع تحاسب مع راسك وتشوف شنو كاين مهمه بزاف وديما قارن محمد ديال 2023 مع محمد ديال 2018 ولا 2015 قلت هاكي كنت هاكي وليت واش انا تطورت الى حاولتوا انكم تصلحوا المنظومه عاد نتوما تشوفوا واش غديروا راه سيتوفاكم الله كما سيتوفاني الله وما غتصلح حتى شي حاجه في حياتكم المنظومه غتبقى غاده بلا بيكم اندراسي قال في انستغرام كنتفرج دابا ميرسي بوكو سميت ميرسي كاوتر ما باكويي مومون اكستراوردينير سالو وي نخليكم على خير تشوتشو بابا تشوس سالو سميت باي باي سالو ليام كتسبقني وانت اللي في عقلي وكي نقول انا بحال غير البارح بحال غير البارح ليام كتسبقني وانت اللي في عقلي وكي غنقولها لك